انت شوف مع رشيد. تابع رشيد قبل البرنامج؟ اي قبل البرنامج. اي ما شاء الله رشيد ما شاء الله. انا كنت من فازات من جمهوره ما شاء الله تبارك الله. يا ولد احلى فاز يا ابو بنت. تصدق حتى بعضهم منيب كان يتابعون قبل البرنامج؟ لا ابي يا ولد لك جمهور ما شاء الله تبارك الله. ابو طحوس لا الجمهور باذن الله ان شاء الله اذا طلع ان شاء الله. وانا احس ان رشيد وهو قالها ترى رشيد شخصيته في السوشيال ميديا غير عن الشاشة غير عن الشاشة ب 180 درجة بتطلع عند رشيد أشياء والله أنك أنت يا أبو بندر وأنا أول متسابقين والناس اللي برا أنهم ما شافوها على الشاشة عند رشيد. لا لا انتظر والله ما أبي أقولها لكن أوعدكم وعد أن أكسر السوشيال ميديا طول وعرض. كفو أيها العين طول وعرض جايهم بمبراشة جايهم مزلحق مزلحق ايه جايهم يعني طوالي كذا بف حي على. طيب نبي كلمة رشيد. لا المن النقل لا 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 نبي كلمة يعني حماس يا رجال خلهم يا رجال ذولا خلهم لا تلقاهم تلقاهم يطلب ايش اسمه يطلبون رشيد بعد البرنامج يصيرون على رشيد. انا احس رشيد بيدخل النقد اقسم بالله بيصير مسؤول النقد. قلم حق ناقد والله يضيعون حطوني ناقد والله يضيعون. لا بيحطونك بدل سامح حزام في النص. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على شيخ الفلسفية. عندنا اليوم محاور حراقة سبايسي نترك المحور الاول المحاور واجد صراحة لكن طب